بسم الله الرحمن الرحيم. تابع محاضرات الانسكت باثولوجي، هنتكلم على الفنجل باثوجين. بنعرف الفنجاي او الجنرال كاركتر او الصفات العامه ليها، بنشوف ان هي اتاكسونوميك جروب، هي مجموعه مصنفه ذات انكلود هيتيروتروفيك ايوكاريوتس. انتوا عارفين الايوكاريوتس والبروكاريوتس. ايوكاريوتس اللي هي مجموعه من الخلايا بيكون فيها نواة وبيكون فيها أورجانيلز. هيتيروتروفيك يعني بتتغذى على أذر فيدر وليس بتعتمد على نفسها في التغذية زي الأوتوتروفيك. الأذر فيدر ده ممكن يكون بكتيريا، ممكن يكون أنيمالز، أي شيء. ذات أي يوجوالي فيلامنتوس ديفايد أوف كلوروفيل، ما بيكونش فيها كلوروفيل زي الألجي. ويس كايتينوس سيل وول، وليها جدار كايتيني and produce spores. Most species of fungi live as multicellular filaments. هي مجموعة من الخيوط بتسمى هايفي، which form a mycelium. الهايفي دي مجموعة الخيوط بتسمى كلها mycelium، while other species live as unicellular. They reproduce by means of spores. Fungi that reproduce through asexual spores. في فنجاي بتتكاثر تكاثر لا جنسي and sexually وجنسي produced spore are called perfect fungi. Whereas fungi that reproduce only by asexual spore I called imperfect fungi. خدوا بالكو الفرق بين البرفكت هي بيكون sexual والimperfect بيكون asexual. زي example ديوتيرو ميسيتس. Fungi are vital parts of ecosystem. هي طبعا جزء مهم جدا من التوازن البيئي. Often playing a valuable role in decomposition. بتلعب دور مهم جدا في التحلل. They include a common important organism such as bread, wine yeast, edible mushroom. وبعدين هي الكوزيتيف ايجنت، عامل مسبب اوف رينج وورم. يقصد بالرينج وورم اللي هي ايه الفطريات اللي بتصيب الجلد زي التينيا الى اخره. اند اسيليتس فوت اللي هي الفطر اللي بيصيب اللي هم القدم بتاعه لعيبه الكوره اللي هو او بيكون بين الاصابع. عند فانجاي ويتش بروديوس انتيبايوتكس، وطبعا بتنتج انتيبايوتك اللي هو مثلا اكزامبل للبنسلين. فانجاي ار ايوكاريوتس ويز ا ويل ديفايند نيوكلياس اند اورجانيلز، زي ما احنا اتكلمنا عليها قبل كده. نيجي نتكلم على الفانجاي اند انسكت انتر اكشن. الفانجاي اند انسكت انتر اكت سيمبايوتيكالي، في تبادل منفعة بينها وبين الحشرات أو إيه أو في علاقات معينة معاها. In many ways including mutualism, parasitism, commensalism and predation. دي أنواع العلاقات بينها وبين الإيه الحشرات. Some insects are totally dependent on fungi for their foods. طبعا كتير من الحشرات بتعتمد على الفنجاي في الأكل بتاعها. For instance, leaf cutting ants. في نوع من النمل بيقطع ورق الشجر وبيحمله كده، هو بنشوفه حتى في الصور، ده اسمه leaf cutting ants اللي هي acromyrmex and ata species. And termites اللي هو النمل الأبيض in the macrotermitini are mutualized with fungi. بيعيشوا مع بعض ايه تبادل منفعة، يعني بياكل منها بياكل منها تعيش عليه وهو بياكل منها بيتغذى عليها. يعني فانجاي اتاميسيس اند ترميتوميسيس اللي هو نسبة الى الاسماء بتاعتها اللي هي الترميتس والاتاسبيشيس respectively. These important groups of insects are utterly dependent on fungi for their survival. بتعتمد طبعا على الفطريات. And similarly, these fungal species are found only in association with their insects. Farmers, on the other hand, many fungi exploit and feeds on insects. طبعا في العكس طبعا تماما، بدل ما الحشرات بتتغذى على الفنجاي، الفنجاي ايه بتتغذى على الانسكت او بتتطفل عليها. Such fungi are called pathogen. طبعا الفنجاي اللي هي بتتطفل على الحشرات او بتسبب لها اي اذى بتموتها، دي بنسميها pathogen او entomopathogenic fungi.
because fungal pathogen kill large number of many insect pests, they are frequently important regulator of insect population and are variable biological control agent. نتيجة إن هي طبعاً بتقضي على آفات كتيرة في الحشرات، إحنا بنستخدمها as biopesticide في البيولوجيكال كنترول أو المكافحة الحيوية. Fungi are among the most important natural enemies of arthropods, such as gypsy moth larvae, periodical cicadas, white flies, aphid, and many others. دي هي بعض الآفات اللي ممكن إيه الحشرات تتطفل عليها. إحنا هنا هنتكلم على تقسيمة الحشرات بصفة عامة. تصنيف الفطريات. كنجدم الفطر بيتبع كنجدم مايكوتا. بينقسم إلى قسمين: sexual reproduction not identified و sexual reproduction identified. خدوا بالكو ال not identified دوت اللي هي الفنجاي imperfecti or due to mycetes. ده بيعتمد على إيه اللي هو بيكون مش محددة اللي هي عملية ال reproduction نفسها. ال imperfecti دي بيكون asexual asexual reproduction. Sexual reproduction identified اللي هي بنقسم إلى قسمين: primitive fungi وadvanced fungi. البريماتيف فانجاي اللي هي أو مايكوتا والadvanced فانجاي إيو مايكوتا. دي البريماتيف فانجاي بيكون مايسيليوم أسيبتيت، يعني الهايفي أو أو الخطوط اللي هي الفيلامنتوس دي بتكون أسيبتيت غير معقلة أو غير مخططة. الadvanced بتكون فيها المايسيليوم أسيبتيت مخططة ومعقلة. البريماتيف فانجاي أو مايكوتا بيكون فيها الميسيليوم أسيبتيت بتنقسم إلى قسمين: فايكو مايسيتس وزيجو مايسيتس. فايكو مايسيتس اللي هي ألجل فانجاي، في بينهم انتر أكشن بين الفانجاي والألجي زي الفايتو فوثورا البيوجا. الزيجو مايسيتس جاية من اسمها اللي هي زيجوميسيتس اللي هي conjugation fungi، بيحصل ايه sexual reproduction بينهم وبيكون الزيجوت زي اللي هي الزيجوميسيتس اللي هي ميوكورايزوبس. اما النوعين التانيين اللي هو الادفانسد فانجاي هو الاسكوميسيتس والبيزيدوميسيتس. الاسكوميسيتس ساك فانجاي، يعني السبورس بيكون ايه ساك على شكل ساك زي المولد، المولد اللي هي اليست الخميرة أو الكانديدا أو بعض الايه اللي بتصيب الجلد أو البريد أو الجلد بتاع الإنسان. بيزيدو مايسيس اللي هي الكلاف فانجاي اللي هو بتشبه كل المشروم، كل الفطر اللي بيتاكل زي البوسينيا أجريجس. ده بصفة عامة الكلاسيفيكيشن بتاع الفانجاي. نيجي هنا التركيب بتاعها زي ما احنا قلنا: الفانجال اورجانيزم كونسيستس اوف اماس اوف ثريد لايك فيلامنتوس اللي هي مجموعه من الخيوط كولد هايفي ويتش كومباين تو ميك اب ذا فانجال مايسيليوم اللي هي بتعمل لنا الفانجال مايسيليوم. ايتش هايفي از كومبوزد اوف اتشين اوف فانجال سيلز، مجموع يعني شريط او سلسله من الخلايا الفطريه. اور ان سام اورجانيزم A continuous cytoplasm with many nucleus. طبعا كل خلية فيها nucleus وفيها organelles زي ما احنا عارفين، عشان كده احنا بنقول عليها eukaryotes. The hyphae is surrounded by plasma membrane and the cell wall. طبعا السيل وول هنا في الفطر بيختلف تماما عن الايه عن البلانت، عن السيل وول بتاع البلانت which is made of polysaccharide chitin. السيل وول بيتكون من البولي ساكرايد كيتين in contrast to cell plant wall cell wall made of a cellulose. هنا الشكل ده بيوضح لنا الخيوط وهي متشابكة مع بعضها، في الحالة دي بنسميها مايسيليوم. هناخد خيط واحد ونعمل عليه فوكس زي ما احنا شايفين كده، وهنشوف ان هو سبتيت، ادي السبتة هي موجودة او اللي هي الخطوط اللي بتقسم ال الشريط او الهايفي دي، في كل واحده فيها نيوكلياس واورجانيلز، وادي السيل وول. هنا بيعمل فوكس على السيل وول عشان يقول لك ان هو او يقول لك ان هو بيتكون من بولي ساكرايد كيتين. ادي مد ادي الجلوكان وادي الكيتين وهنا البروتين. ده شكل الهايفي ستراكشر، فانجل سيل ستراكشر زي ما احنا شايفين، ودي مجموعه الهايفات اللي هو بيسمى مايسيليوم.
المود اوف اكشن في بعض الايه اللي هي الفانجاي اللي هي انتومو باثوجينيك ايه فانجاي اللي هي بتأذي الحشره، بيحصل ايه؟ ان الحشره نفسها سواء كانت يرقه زي ما احنا شايفين في الصوره او ادلت، بيحصل اتاتشمنت اوف كونيديا. السبورس بتاعتها هنا في الحاله دي بنسميها كونيديا، او التجرثوم اسمه كونيديا فور. بيحصل جيرمينيشن، بتنمو الحشره وبتفرز انزيمز معينه اللي زي الكايتينيز او البوليبيبتيديز، بيقوم بالذوبان الكايتين بتاع الجلد بتاع الحشره عشان يدخل جوه ويحصل بنتريشن. بعد ما بيحصل بنتريشن بيحصل بروباجيشن اوف هيفا البودي، بيدخل داخل تجويف الجسم وبتتكاثر الهيفا البوديز، طبعا بتتضاعف اعدادها بشكل ايه سريع، وبيحصل ديس اوف انفكتد هوست، العائل المصاب سواء كانت يرقه او ادلت بيحصل له موت. فورميشن اوف كونيديا، لما بتموت الحشره بيتكون الكونيديا او الكونيديا فورس او السبورز دي اللي هي بتصيب حشره تانية سليمه. لو احنا شفنا هنا السيمتومز او الاعراض اللي بتصيب الحشره المصابه بالفيت، هنلاقي الانفكتد انسكت ستوب فيدنج، بتوقف الاكل and become lethargic، الجسم بتاعها بيبقى جلدي مش زي ما احنا شفنا قبل كده في البكتيريا او الفيروس. زي ما هي داي ريلاتيفلي رابيدلي، بتموت بسرعه، طبعا هي مش بسرعه في الحال لكن من خلال ايه كام يوم كده. sometimes in an upright position، بتعمل ايه؟ بتاخد upright position يعني بتاخد مكان عالي، still attached to leaf or stem، بتكون في قمة الستيم أو الشوت توب المجموع الخضري أو الليفز، بتكون موجودة اللارفي وبتموت فوق. The dead insect's body may be firm، طبعا الحشرة اللي ماتت بالفطر بيبقى شكلها ايه تشيز لايك، شبه قطعة الجبنة من كتر البياض بتاعها، or an empty shell او الشيلز بتاعتها دي او الغلاف، بتبقى الحشره مجوفه من جوه خالص لان ايه الفانجاي كل محتوياتها وبتبقى منتفخه كده على الفاضي. often but not always with cream green red or brown fungal growth either enveloping the body or emerging from joints. احنا شفنا الفطر بيحيط كل الحشرة من الخارج، بيبقى عامل زي الغلاف او بيخرج من الجوينتس بتاعتها زي ما احنا شايفين دي نوع من البقة او النزارة ومصابة بالفطر، وبعد ما ماتت الفطر خرج بره زي ما احنا شايفين، ممكن يغطي كل جسمها وما يبدوش منها اي لون غامق، وتبدو كقطعة الجبن زي ما احنا شفنا اللي هي تشيز لايك. بعد ما بيخرج منه الكونيديو فورز او السبورز دي، انفكتد ايفيدز كان بي سوولن، في بعض مثلا الحشرات زي الايفيد بتنتفخ وديسكالرد ولونها بيروح تماما وتبقى باهته. انفكتد روت ماجوت فلايز، ماجوت فلايز اللي هي اليرقات بتاعه الذبابه، مي بي كالاسترد اون شوت تيبس، بتتجمع فوق عند المجموع الخضري او التول جراسس او الحشائش الطويله الاذر بروميننت فيتشرز، وبتموت طبعا فوق. دي من الاعراض اللي هي احنا بنشوفها على الحشره المصابه بالفطر. ده رسم توضيحي بيبين الحشره هنا اللي هي مصابه بتكون كونتاكت ليها بالسبورس، وما بتيجي تموت بتطلع فوق في المجموع الخضري من فوق، وبعدين بيحصل طبعا دورة الحياة داخل جسم الحشرة بان بيحصل بروباجيشن في الهيمولينف بتاعها، وبعد ما بتموت بيخرج بره السبورس وبيسقط تاني على الارض عشان تيجي او على السويل علشان تيجي حشرة تانية كونتاكت بيه وبتصاب. هنا بيبقى في عيوب ومميزات للفطر اللي هو بيصيب الحشرة دي. هنشوف الاول الادفانتج او المميزات بتاعتها. They generally don't affect people or other mammals, making them extremely safe to use. هي ما بتصيبش غير الحشرة أو تارجت على الحشرة، ما بتصيبش الإنسان أو أي نوع من الماملز أو الحيوانات الأليفة اللي هي موجودة، عشان كده احنا بنقول عليها إن هي safe أو eco-friendly، بتكون تارجت على الحشرة بس.
It is relatively easy to mass produce spores. طبعا سهل جدا ان احنا نعمل منها كتله من الايه من السبورس، ان احنا بنعزل السبورس الميته دي وبنستخدمها في البيولوجيكال كنترول، وبنعدي بيها حشرات تانيه سليمه عشان نتخلص من الافات اللي هي الضاره. Most commercial fungal products اللي هي المنتجات التجارية للفنجاي are formulated as spores، بيعملوها كجراثيم which are easily adapted to existing application technology، بيعملوها تكنولوجي معينة للاستخدام زي مثلا as spray rigs، بنلاقيهم بيرشوها في المكان المصاب أو المكان اللي عايزين يتخلصوا من الحشرات فيه. With relatively broad host، طبعا الفانجاي دي بيبقى ليها broad host، ليها عوائل كتير جدا نقدر نتخلص منها، ودي طبعا من اهم المميزات. وهي بتنجح في control multiple pests with the same product، بنفس الايه المنتج. لكن في نفس الوقت هنقول ليها بعض العيوب، ان هي طبعا احنا عارفين انها بتموت الحشرات، ولكن مش في الحال، بتاخد وقت من 3-5 حتى يصل الى اسبوع. Kill time is relatively long، 1 week for most fungi. Affect beneficial insect، احنا طبعا بناخدها علشان نقتل الحشرات او الافات الضاره، لكن في نفس الوقت ان هي ممكن ان هي تقتل بعض الحشرات النافعه اللي سواء كانت بريدتورز او بارازايتس، مفترسات او متطفلات. الفنجل دي ممكن كيلد باي سولار راديشن، اشعه الشمس ممكن تقضي عليها فما بتكونش افكتيف. Environmental factors، العوامل اللي هي العوامل البيئية بتأثر عليها، يعني مثلا لو ما فيش رطوبة بيموت الفطر. Play an important role in the success of fungi، needs high relative humidity، وبيحتاج رطوبة عالية جدا عشان يبقى effective وشغال. احنا هنتكلم بعد كده عن الحشرات، على الفطريات اللي هي بتسبب ايه، بتموت الحشرات، او هنقول Entomopathogenic Fungi. هناخد منها examples اللي هي بيوفيريا بازينيا وميتاريزيام انايزو بيلي. لو احنا شفنا الكلاسيفيكيشن بتاع النوع الاولاني، بيتبع كينجدم المملكة فانجاي، فايلم اسكو مايكوتا، اللي هي هناخد example ليها بيوفيريا بازينا. الاسكو مايكوتا البيستس اللي هي الاتاكس او الافات اللي احنا عايزين نتخلص منها، with wide host range of both immature and adult insects، مش بس بتقضي على اليرقات لكن كمان الحشرات البالغة زي التريبس والايفيدز، وايت فلايز الذبابة، الذباب الابيض، كاتربيلرز اللي هي كل اليرقات بتاعت اللي بيدوبترا، ويفلز السوس، جراس هوبرز النطاطات، انتس كولورادو بوتاتو بيتلز اللي هي ايه خنافس البطاطس، اند ميلي باجز اللي هو البق الدقيق. اللايف سايكل بتاعتها طبعا وانس انسايد ذا انسكت، يعني كل حشره بيبقى ليها مره واحده بس لايف سايكل للفانجاي. ات بروديوسز ا توكسين، طبعا بتفرز ماده سامه جدا داخل الحشره اللي هي السبب في موتها، اسمها بيوفاريسين اللي هي نسبة إلى اسمها بيوفيريا بازينيا. That weakened the host immune system، بتضعف جدا الجهاز المناعي للحشرة. ومن الأعراض اللي هي بتظهر عليها من النوع ده اللي هي البيوفيريا بازينيا، بتسبب مرض اسمه White Mascardine Disease. طبعا نسبة للاسم دوت انه السبورس دي بيكون لونها أبيض، بتغطي جسم الحشرة تماما، وعشان كده بنقول ان هي بتشبه قطعة الجبنة. Showing white mold emerging from the insect cadaver، الحشرة اللي هي ميتة بنسميها insect cadaver أو جثة. Insect dead within من 3-5 دي. وادي شكل للجراس هوبرز killed by a Bufaria bacina disease، اهو اللي هو الوايت ماسكاردينز بيحيط بيها من كل الجهات. ده شكل توضيحي للجلد بتاع الحشره اللي احنا شايفينه دوت، واخدين قطاع فيه عشان يبين ده الكيوتيكل سكن، وبيجي لما يحصل كونتاكت بالكونيديوفور او السبورز بتاع البيفيريا سبورز، بيحصل ايه؟ جيرمينيتس، بيتنمو انبوبه اسمها جيرم تيوب،
الجيرم تيوب دي، وبتفرز ما طبعا انزيمز عشان يدوب مادة الكيتين الموجودة في الجلد الحشرة، عشان تقدر الجيرم تيوب دي بنتريت تدخل داخل الإبيديرمال سيلز وداخل الهيموسيل أو الهيمولين في تجويف الايه الدم في الحشرة. جوه بتفرز بيحصل لها بروباجيشن، بتتكاثر جدا، هي كانت واحدة بتكاثرت جدا وكونت بلاستوسبورس، بيفرز مادة التوكسين اللي هو بيموت الحشرة تماما. بعد ما بتموت الحشرة بيخرج السبورز دي أو المادة السامة دي خارج جسم الحشرة، هي بتغطيها بره زي ما احنا شايفين، ده نوع من الايه من السوس مغطى تماما بالوايت ماسكوردين ديسيز. كلاسيفيكيشن هنا بتاع النوع الثاني بيتبع المملكة فانجاي، كينجدام فانجاي، فايلم برضو اسكو مايكوتا، المثال الثاني ميتاريزيوم انايزو بيلي. دول من اهم نوعين بيسيبوا الحشرات، وهي بيست اتاكت، جابانيز بيتل الخنفساء اليابانيه، موسكيتوس، تريبس، كوكروشز اند لوكاست. دي الافات اللي بيصيبها النوع الثاني اللي هو الميتاريزيوم انايزو بيلي. طبعا المود اوف انتري التاني بيلمس الجلد او الكيوتيكل وبيدخل بنتريت لي اللي هو الاولاني اللي هو البيوفيريا، لكن ده بنلاحظ ان هو بيدخل ثرو سبايركل خلال الفتحات الموجوده في جسم الحشره اند بورز ان ذا سينس اورجانز، وطبعا الايه الثقوب الموجوده في الاعضاء الحساسه. بنلاقي في اعراض اللي هي عكس البيوفيريا، بدل ما بيظهر لون ابيض او السبورس بيكون لونها ابيض، هنا السبورس بيكون لونها جرين، عشان كده بنسمي المرض جرين ماسكوردين ديسيز بيكوز اوف جرين كلر اوف انفكتد انسكت ذات تيرن اللي بيتحول جسمها. وادي شكل اهوت لي الحشره مصابه بالجرين ماسكوردين ديسيز اللي بيسببه الفطر ميتاريزيوم انايزو بيلي، بنلاقي اللون الاخضر بيحيط بيها تماما، ده جراس هوبر زي ما احنا شايفين، وده كوكروش. ممكن بمنتهى البساطة ناخد السبورس دي بنعزلها عشان ونعمل لها ايه بروباجيشن عشان تدخل في البيولوجيكال كنترول او بايو بيستسايد انسكتسايد. في عندنا هنا النوع ثالث وهو مش في نفس الفاميلي الفايلم، هو فايلم تاني خالص اسمه زيجو مايكوتا. زيجو مايكوتا كينجدام فانجاي فايلم زيجو مايكوتا، النوع ده اسمه انتومو فوثورا ميوسكي، جايه من اسم ميوسكي اللي هو ماسكا دومسكا، يعني هي بتصيب الفلايز او الذباب بصفه عامه. البيست اتاك ادلت ديبترا، كل الديبترا اللي هي ثنائيه الاجنحه ان ذا فاميليس، ماسكيدي اللي هي كالوفوريدي، ساركوفاجيدي اللي هي ذبابه اللحم، تاكينيدي اللي هي ذبابه التكاينه، دروسوفيليدي ذبابه الفاكهه، كيوليسيدي البعوض، اند سيرفيدي اللي هو ذباب السارق. الديس فلاي دايز سوري فلاي دايز ان اباوت 5 لـ7 دايز، بتموت خلال 5 لـ7 ايام. السيمبتومز وين ات از كريتيكالي ال، لما هي بتعيا جدا، التندس تو كراول تو هاي بوينت، بتزحف لغايه ما توصل للهاي بوينت، برضو نقطه عاليه اللي هي بتموت فيها، سواء كانت اعلى الستيم، اعلى الشوت المجموع الخضري، اعلى الورقه. ستريتند اتس هايند، هنا بقى في بيهيفير مختلف شويه، ان هي بتفرد رجلها الخارج الهايند ليكس الخلفيه اند اوبن اتس وينج، وبتفتح الوينجز بتاعتها ويز ديستند ابدومن، وبتتني ايه جسمها. فطبعا بنشوف البيهيفير هنا مختلف شويه بتاع ايه الاعراض بتاعتها. اللابيلم، اللابيلم اللي هي الايه الشفه السفلى، مي بي لوورد، اللابيلم اللي هي مي بي لوورد اند ذا كاديفر مي بي اتاتشد تو ذا سيرفيس باي ذا موس ماوس بارتس، اللي هي بتمسك الاول الجسم او السبستريت عشان تثبت نفسها بواسطه الماوس بارتس. وده شكل اهوت للنوع من الفلايس، وبتمسك بالماوس بارتس بتاعتها السبستريت او نهايه الستيم او نهايه المجموع الخضري زي ما احنا شايفين، ده ايه اللي بيسيب الفلايز. شكرا جزيلا.